يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب، الآن راح ناخذ المحاضرة رقم 11 من مادة الاستاتيك. الآن موضوعنا فريكشن اللي هو الاحتكاك. أي حركة أو أي جسمين بيناتهم سطح بسلط عليه قوة، راح يكون احتكاك بين الأسطح أو الأسطح المتلامسة، ودائما يكون اتجاه الاحتكاك اللي هو مثلا نرمز له F هنا يكون بعكس اتجاه القوة اللي تحاول تسلط قوة تحرك الجسم. أي جسم وزنه W راح تكون قوة معاكسة إليه أو عمودي عليه اللي هي N اللي هي رد الفعل. وأيضا أي قوة نسلطها سواء من هذا الاتجاه أو من هذا الاتجاه، أو كانت القوة بهذا الاتجاه بس تضغط بهذا يعني الاتجاه الأفقي، دائما يكون قوة الاحتكاك بتكون بعكس اتجاه القوة المسلطة. إذا كانت القوة بهذا الاتجاه الاحتكاك منها، أو إذا كانت القوة بهذا الاتجاه وتسحب بهذا الاتجاه الـ F تكون، أو قوة الاحتكاك تكون بالاتجاه المعاكس. طبعا احنا القوة اللي نسلطها تدريجيا راح تزيد قوة الاحتكاك بين الجسم والسطح الملامس إليه، إلى أن توصل مرحلة يتحرك بعدها هذا الجسم، يعني ما يبقى ساكن، ما يبقى ثابت بالمكان مالته بسبب هذا اللود. ومرات لا، اللود مهما كان سلطنا هذا اللود، قوة الاحتكاك هنا تكون كافية بحيث أنه يقاوم القوة المسلطة في هذا الاتجاه. Static and kinetic friction. Static friction عندما نسلط هذا الحمل او هاي القوة العفو على هذا الجسم اللي يكون ملامس بهذا السطح، ما دام ما متحرك يعني ما حادثة بيه اي حركة، هذا يسمونه static friction، يعني الاحتكاك الساكن، لانه جاي نسلط قوة بس الجسم ما جاي يتحرك من مكانه، يعني قوة الاحتكاك هنا تكون كافية لمقاومة هذه القوة المسلطة. لكن عندما هذه القوة تكون اكبر، او خلينا نقول توصل الى مرحله انه الجسم يبدا بالحركه، محاوله الحركه، هاي يسمونها ماكسيمم ستاتيك فريكشن، يعني الجسم بعد ما متحرك اخر قوه قبل حركته، اخر مقاومه او قوه احتكاك قبل انه يتحرك، هاي راح تكون هنا اقوى او اكبر قوه احتكاك موجوده. بعد هذه القوه اللي هي ماكسيمم فريكشن، ماكسيمم ستاتيك فريكشن، راح تكون عندنا كيناتيك فريكشن، يعني راح تكون قوة احتكاك قليلة، تكون أقل من أعلى ماكسيمم ستاتيك فريكشن اللي هي القوة الاحتكاك الحركي اللي بين هذا الجسم المتحرك، إن كانت هذه القوة أكبر من مقاومة الاحتكاك هذه. طبعا هنا أكو معامل للاحتكاك بين السطحين، أو كل سطح له معامل احتكاك خاص به حسب طبيعة نوع المادة وخشونتها، ناعم أملس، وحسب طبيعة ونوع المادة. نحن تعريف الستاتيك فريكشن، تعريف الكيناتيك فريكشن. هنا عندنا هذا الرسم، هذا يبين لك التفصيل او الحكي مقاومة. هنا عندنا الابلايد لود، هذا المحور الافقي، المحور العمودي، الفريكشن، الاحتكاك. اول ما يبدأ الجسم بعده ساكن، هاي ستاتيك فريكشن، يعني نو موشن، ما موجود اي حركة، جاي نسلط حمل بس الجسم بعده مستقر، لكن قوة الاحتكاك جاي تزيد الان هذه اللحظة اللي هي ماكسيمم افاليبل فريكشن، يعني اعلى قوة احتكاك نسميها اف داش، موشن امبيدنج، يعني على وشك الحركة، الجسم على وشك الحركة بهاي النقطة راح تكون هي اعلى قوة احتكاك. بعدين بعد ما وصلنا اللي هو ماكسيمم ستاتيك فريكشن اللي هي امبيندنج موشن، راح تقل قوة الاحتكاك مع استمرار تسليط القوة الخارجية، راح نسميها هنا تصير كيناتيك فريكشن موشن اكورن، يعني هنا حركة بالجسم بس ايضا بسبب هاي القوة المسلطة، ولكن ايضا موجود احتكاك، ولكن هذا الاحتكاك يكون اقل من الاحتكاك الساكن، لانه الساكن يعني يقاوم الجسم ما يخليه يتحرك.
laws of laws of friction, قوانين الاحتكاك هنا maximum friction force which can be developed or proportional to normal force. يعني هنا أكبر قوة احتكاك هنا قبل إنه الجسم يتحرك أو impending motion. هنا يقول لك size and contact area. طبعا كل ما تزيد مساحة سطحية يزيد نسبة احتكاك، وكل ما يكون سطح خشن يكون يزيد قوة الاحتكاك، وكل ما اكو طبيعة مواد عن مواد تختلف معامل الاحتكاك الخاص فيها. The limiting static friction force is greater than the kinetic friction. مثل ما قلت انا اعلى او اعلى قيمة بالستاتيك فريكشن الاحتكاك الساكن تكون اكبر من الاحتكاك الحركي. ما قلنا هذا الاحتكاك الساكن يزيد تدريجيا الى ان يوصل هذه النقطه اللي هي راح تكون هي اعلى من الستاتيك الحركي، وكل ما يتحرك راح تقل الاحتكاك تدريجيا. طبعا فريكشن اولويز دائما قوه الاحتكاك هذه تكون بعكس اتجاه القوه المسلطه او القوه المؤثره الخارجيه. اتجاه يعني اتجاه بعكس اتجاه. coefficient of friction اللي هي ميو، عندنا قانون الاحتكاك اللي اف داش، هاي عندنا عندما تكون static friction اعلى قوة احتكاك موجودة اللي هي على وشك الحركة، عندنا هذا القانون ثابت مطبقه في حالة انه الجسم على وشك الحركة. F داش تساوي ميو N، N اللي هي قوة رد الفعل اللي تكون هي عمودية على السطح، و F هي قوة الاحتكاك، والميو الميو هي معامل الاحتكاك coefficient of friction اللي يساوي ال F داش على N ميو coefficient of friction. طبعا قلنا هنا معامل الاحتكاك يعتمد على طبيعة المادة وطبيعة السطح اللي بنعمله. Angle of friction زاوية الاحتكاك، عندنا قلنا هذا الجسم هاي القوة المسلطة عليه اللي تحاول تسحبه، هذا وزنه بالوسط، عندنا رد الفعل تكون عمودية على السطح أو عمودية خلينا نقول عكس اتجاه الوزن، لا عمودية على السطح لأن مرات الوزن دائما يكون يتجه للأسفل، وهنا الإف قوة الاحتكاك تكون بعكس اتجاه القوة المسلطة أو القوة المؤثرة. R اللي هي خلينا نقول نسميها المحصلة لرد الفعل وقوة الاحتكاك. R هذه الزاوية اللي تصنع بين المحور بين قوة رد الفعل اللي هي عمودية على السطح واللي تصنع هذا الضلع هي محصلة الاحتكاك الـ F والـ N. Angle of friction. The angle between R, result of F and L, and N. يعني هذه المحصلة. Angle of friction هي زاوية الاحتكاك. زاوية الاحتكاك هي الزاوية اللي بين المحصلة مال القوتين ذني مع and N مع قوة رد الفعل. الزاوية اللي بين المحصلة وبين قوة رد الفعل. أكبر طبعا أكبر زاوية تكون The maximum value occur when motion is impending. يعني عندما الجسم على وشك الحركة تكون هاي أكبر زاوية احتكاك اللي هي angle of friction. From triangle law يعني إذا نطبق قانون فيثاغورس tan هاي الزاوية يساوي F داش اللي هي المقابل على المجاور اللي هو N. واحنا عندنا قانون سابق الميو ايضا تساوي اف داش على ان، اذا الميو تساوي تان هاي الزاوية. هذا عندنا راح يصير الميو عندها قانونيا تان الزاوية اللي تصنع المحصلة مع الان، وعندنا هذا القانون قانونيا للميو لمعامل الاحتكاك. انجل اوف ريبوز، انجل اوف ريبوز هي الزاوية اللي يصنعها السطح مع المحور الافقي، تمام؟ يعني هسه عندنا زاويتين ثيتا اللي هي هاي الزاويه اللي يصنعها السطح المائل، عندما يكون عندنا سطح مائل مع المحور الافقي،
هاي فيته تختلف عن زاوية الاحتكاك اللي هي بين المحصلة ورد الفعل. طبعا هنا الجسم لما يكون هذا على سطح مائل راح يتجه للأسفل، فقوة الاحتكاك تكون عكس اتجاه حركة الجسم في هذا الاتجاه، وهذه المحصلة راح تكون من النار، فهذه الزاوية تختلف عن هذه الزاوية اللي اتيته. هذه الزاوية تساويا بس مرحلة واحدة، عندما يكون الجسم على وشك الحركة تكون متساويات. اولا راح تكون صفر وراح تزيد تدريجيا هاي الزاوية انجل اوف ريبوز، راح تكون هذه اقل من هذا، راح تزيد تدريجيا، بس هذه ما لها دخل بالميلان ما سطح، هاي عبارة عن المحصلة والان اللي هي رد الفعل، فراح تزيد تدريجيا ثيتا الى ان تساوي هذه الزاوية اللي هي زاوية الاحتكاك. عند مش وقت عندما يكون الجسم على وشك الحركة، من يتحرك الجسم راح تنوب تكبر هذه الزاوية، فيها تصير أكبر من زاوية الاحتكاك. ها قلنا اللحظة هذه فيها تساوي زاوية الاحتكاك هذه اللحظة. عندنا تبنج أكو مرات الجسم عندما صلت مثلا بالأجسام العالية تقريبا ونسلط حمل عند ارتفاع معين، الجسم ما راح ينزلق، راح ينقلب، يعني يصير مقاومة الاحتكاك هنا راح تكون أكبر من القوة المسلطة، إلى أن درجة لأن نخلي الجسم ينقلب، الحركة مالته مو تصير انزلاق وإنما انقلاب تبي. When the contact surface rough enough، يعني عندما يكون السطح خشن إلى درجة hold to the body from slipping، يعني يمنع الجسم من الانزلاق، والقوة الخارجية جاي تزيد، الجسم راح ينزلق، العفو ينقلب. نستخدم يا قانون في هذه المرحلة نقول قانون العزم، اللي راح يكون مثلا اذا اللود مسلط من هذا الاتجاه القوة الخارجية بي على ارتفاع اتش، وعندنا العرض بي وهذا الويت نازل للاسفل، راح يكون رد الفعل، طبعا هاي لحظة الانقلاب، اذا كان الجسم على وشك الانقلاب نطبق هذا القانون، الاف قوة الاحتكاك بهذا الاتجاه اللي هي عكس اتجاه القوة المسلطة الخارجية، الان رد الفعل بدل ما راح تكون بالوسط راح تكون رد هنا هذه النقطة الركن مالتها الخارجي، الذراع او المسافة راح تكون اكس اللي هي بي على 2، يعني المسافة الافقية تقسيم 2 اللي هي من المركز من الوسط الى الحافة الخارجية، وطبق قانون العزم هنا سيجما مومنت حول او تساوي صفر، راح يصير الدبليو في بي على 2 اللي هي المسافة الافقية ناقصا البي في الاتش. هذا القانون مالتنا، فلما تكون البي اكبر او تساوي دبليو على اتش في بي على 2، اذا كانت القوة الخارجية اكبر او تساوي هذا المقدار راح تبنج اكبر، يحدث الانقلاب. يعني بصورة عامة اذا اعطينا جسم بي عنده ارتفاع اتش والوزن مالته معلوم والعرض مالته معلوم منقسم على 2 يعني متصل مسافة الارض، ونوجد القوة الخارجية، فإذا عندنا القوة الخارجية أكبر أو تساوي هذا المقدار، إذن راح يحدث الانقلاب. تمام طلاب، قلنا راح تكون W اللي هي الوزن تقسيم ال H اللي هو الارتفاع أو المسافة بين القوة المسلطة والمحور الأفقي مالتها، ولعبنا العرض تقسيم 2 يعني منتصف العرض، هاي القيمة وهذا البي. summary of friction problem، بما نحدد نحل مسائل الاحتكاك عندنا 3 حالات according to حسب المعلومات اللي مطيناها بالسؤال. اول نقطة الحالة الاولى when impending motion is not assured، يعني انا ما متاكد الجسم على وشك الحركه لو لا، يعني ما قايل بالسؤال الجسم على وشك الحركه، راح شلون احلها بهذه الطريقه. اول مره اوجد قوه الاحتكاك ورد الفعل باستخدام قوانين الاتزان اللي هي سيجما اف اوف اكس تساوي صفر وسيجما اف اوف واي تساوي صفر، يعني ارسم فري بادي دياجرام واوجد هذه القوانين، اوجد رد الفعل واوجد قوه الاحتكاك. بعدين
اسوي تشيك بين القوة اللي وجدتها اللي هي قوة الاحتكاك، اقارنها بمن؟ اقارنها بالاف داش اللي هي هي الميو في الان، الميو طبعا مقيمها بالسؤال، والان اللي هي رد الفعل اللي وجدتها سابقا، فتطلع لقيمة اف داش. اسوي مقارنة، القوة الاحتكاك الاولى اللي وجدتها اقل من قوة الاحتكاك اللي هي بيندنج موشن، اعلى قوة احتكاك، راح تطلع عندي الميو اللي هي الميو في ان، هاي قوة الاحتكاك. اذا الجسم متزن، اذا كانت اصغر قوة الاحتكاك، اذا كانت اقل من قوة الاحتكاك العظمى اذا الجسم متزن. لكن اذا كانت قوة الاحتكاك اللي وجدتها بالنقطة واحد اكبر من اف داش اللي هي تساوي الميو في الان، الكوليبريوم داز نوت اكزيست، يعني ماكو موجود اتزان. هاي الحالة الأولى قلنا ما نعرف الجسم على وشك الحركة أو هو ثابت ساكن، إذا كان ساكن إذا هو متزن، إذا كان على وشك الحركة أيضا هو متزن، بس عندما يتحرك هو غير متزن. النقطة الثانية، when impending motion or relative motion is specified، يعني أنا قايل لك الجسم على وشك الحركة at all contact surface، على طول السطح، انه هاي الحالة، الحالة الثانية انا قايل لك بالسؤال اذكر لك انه الجسم على وشك الحركة. لما اقول الجسم على وشك الحركة اذا f تساوي f داش وتساوي mu n for all surface for motion in bending، يعني انا جميع السطح اطبق هذا القانون f تساوي f داش لميو والn. No. Find unknown quantities using equation of equilibrium. لو استخدم قوانين الاتزان سيجما اوف اكس سيجما اوف واي اوجد المجاهيل اللي انا احتاجها. بهاي النقطة الحالة الثانية no check is necessary، يعني ما احتاج انه اسوي مقارنة مثل هذا انه f اصغر من f داش او f اكبر من f داش، لا انا قايل f تساوي f داش لانه impending motion، الجسم على وشك الحركة or relative motion. تمام طلاب؟ الحالة الثالثة when impending motion is specified، يعني أنا محدد but either type of impending motion or the surface، يعني ما محدد وين النقطة بالضبط، أنا قايل أنا أريدها على وشك الحركة بس ما محدد المكان بالضبط وينه، اريد اعرف انا هذا المكان. السؤال الثاني قايل لك انا اكو جسم على وشك الحركه ومحدد النقطه اللي بيها على وشك الحركه. بينما بالنقطه الثالثه او النوع الثالث من الاسئله قايل لك انا جسم على وشك الحركه بس ما محدد لك وين بالضبط راح يصير يكون على وشك الحركه، يعني لما يكون الجسم بالوسط او بالاخير او على المسافه مالته مو محدد هذا بالضبط. شلون طريقه الحل هذا؟ اول مره همينه اوجد ال unknown quantities، ودائما تكون يعني تقريبا المجاهيل، هاي طبيعة السؤال الثالث يكون رد الفعل موجود بس لكن القوة غير معلومة، القوة الخارجية يكون مجهولة، هذا نوع من الأسئلة. أطبق قانون ال impending motion اللي على شكل حركة وأطلع ال F والنوب ال F أقارن اسمه، أطبق قوانين التوازن وأوجد ال B اللي هي القوة الخارجية اللي راح تكون مساوية قوة الاحتكاك. هذا عندي رسم ترسم لك الحالات الموجودة. الحالة الأولى الآن رد الفعل بهذا الاتجاه، هذا الجسم وزنه دبليو، هذا رد الفعل، هنا الاحتكاك يساوي صفر. ليش الاحتكاك يساوي صفر؟ لأن يعني القوة مسلطة بالاتجاه الـ W، يعني بالاتجاه العمود باتجاه رد الفعل، فكل ما راح يكون أي احتكاك بس عبارة عن وزن مسلط وقوة مسلطة خارجية تنزل بسرعة عمودية، فراح يكون رد الفعل الآن تساوي، ما راح تساوي بس الـ W وإنما تساوي الـ B اللي هي القوة الخارجية زائدا W، والـ BX تساوي صفر، يعني ماكو عندنا قوة بالاتجاه الأفقي. الحالة الثانية موجودة قوة مسلطة مائلة أو قوة أفقية، أنا هنا إذا قوة ما راح تتحول إلى بي اكس وبي واي، أي قوة مائلة راح تتحول تتحلل إلى بي اكس وبي واي،
ال W بالاتجاه العمودي على السطح، العفو بالاتجاه العمودي تنزل لأسفل، ال N عمودي على السطح، وال F تكون بعكس اتجاه القوة المسلطة. فال F تساوي Bx اللي هي اللي لما أحلها أقول ماله لا قوة أفقية وقوة عمودية، فراح ال F تساوي Bx. ال F أقل من MSN ليش؟ لأن هنا قايل نو موشن، يعني ما قايل على وشك الحركة. ال Bx اللي هي القوة هاي تكون أقل من Fm. Fm شنو هي؟ Maximum Friction، يعني الجسم على وشك الحركة. هاي القوة ما راح تكون قوة مسلطة أو مساوية لأعلى قوة احتكاك يمكن أن تقاومها الجسم. فالF أقل من هاي اللي F maximum MS في الN، والN أيضا تساوي التحليل BY زائد W. لما تكون حالة motion impending يعني على وشك الحركة، هاي الحالة راح يكون BX تساوي FM اللي هي FM أعلى قوة احتكاك يمكن أن توجد بهاي الجسم، وال Fm تساوي Bx، وال Fm ايضا تساوي Ms في الN يعني معامل الاحتكاك في رد الفعل، ورد الفعل يساوي Py اللي هو تحليل القوة العمودية لهذه القوة زائد الوزن. عندما تحدث الحركة motion، عندما الحركة راح تكون Bx اكبر من قوة الاحتكاك، Bx القوة الخارجية تكون اكبر من قوة الاحتكاك. هاي Fk طبعا هنا نرمز K لانه kinetic friction حركي، Fm F maximum friction، وهنا ال Ms يعني static coefficient friction يعني معامل الاحتكاك الساكن، وهنا Mk kinetic coefficient friction يعني معامل الاحتكاك الحركي، راح يكون هنا معامل الاحتكاك الحركي وهنا معامل الاحتكاك الساكن. ايضا رد الفعل Py زائد W. هسه نجيب الأمثلة. أول مثال الطريقة الأولى Bending motion not assured، يعني أنا ما متأكد الجسم على وشك الحركة لو لا، عندي بس جسم ما ذاك بالسؤال. فهنا قد A force 100 نيوتن، قوة 100 نيوتن تصنع زاوية 30 مع المحور الأفقي، تأثر بهذا الجسم اللي هو وزنه 100 قايلك 100 كيلوغرام، أضربه في 9.8 تطلع لي العفو التعجيل الارضي 9.81 تطلع 981 هذا الاتجاه، الان رد الفعل بهذا الاتجاه، قلنا الاف يكون بعكس اتجاه القوة المسلطة، هذه القوة تأثر على الجسم عكس اتجاه حركة الجسم، الجسم يحاول يتحرك بهذا الاتجاه، اذا قوة الاحتكاك بهذا الاتجاه. اجي ومعطيك معامل الاحتكاك مالته، يقول لك نيوتن وان ذوي اذا طبعا هنا اتش هنا ناقصة The weather, the body remain in equilibrium. يريد يعرفه وصل الاتزان لو بعده هذا الجسم، يعني بالاتزان لو غير متزن. سيجما اوف اكس تساوي صفر، 100 هاي القوة المائلة تتحلل الى افقية وعمودية، وسايب هذا الاتجاه راح يصير هذا الاتجاه الافقي بالموجب، والاتجاه العمودي راح يكون بالسالب. إذا 100 كوساين 30 هذا الاتجاه ناقصا F تساوي صفر، إذا F تساوي 86.6 نيوتن. سيجما اف واي تساوي صفر، N هذا الاتجاه العمودي ناقصا 100 ساين 30، هاي 100 ساين 30 لما احل هاي القوة ناقصا 981 اللي هي هاي الوزن تساوي صفر، الآن تطلع لنا اللي هي رد الفعل 1030 نيوتن. هسه لازم شو اسوي؟ اوجد ماكسيمم فريكشن فورس، اعلى قوة احتكاك اللي هي اف داش تساوي ميو في الان، الميو عندي 0.2 في الان، هاي اللي هي رد الفعل تطلع لي 206 نيوتن. اجي اسوي مقارنة بين قوة احتكاك اللي وجدت بالمعادلة الاولى مع اعلى قوة احتكاك اف، هنا راح تكون هاي 86 اقل من 206، اذا ذا بودي ويل ريمينز ان اكوليبريم، يعني هذا الجسم راح يبقى بالاتزان لانه ما تحرك، لانه لازم اسلط قوة اكبر من 206 يلا يتحرك الجسم. هذا المثال الاول. المثال الثاني سبيسيفايد امبندنج موشن، يعني انا محدد وين او الجسم على وشك الحركة
وانا احدد بهذا انها طالب مطلب من عندك. اليونيفورم لودر 7 متر، هذا اللودر طوله 7 متر. ريست اجينست فيرتيكال وول اشون، يعني لما اقول لك ريست يعني انا متزن او على ثابت او اف امان هوز ويت، اذا كان اكو شخص وزنه هو نصف هذا السلم او هذا الودار. هاو هاي يعني هذا طبعا شو وقت يصير على وشك الانزلاق. هاو هاي ويل ات بي وين اللودر سليب، يعني اذا على يا مسافه انا مو جاي اسعد هذا الشخص هنا، وين على المسافه اكس المطلوبه، شو وقت يبدا السلم من نزول للاسفل، يعني شو وقت يبدا الجسم على وشك الحركه، المسافه الافقيه قد يوصلها هنا. فانا ارسم رد الفعل ان تو من هنا هذا السطح، الميو مطي مال هذا السطح بوينت 4، قوة الاحتكاك بهذا الاتجاه لأنه الجسم يحاول نزول لأسفل، إذا عكس الاتجاه الحركة. الإف اللي هي الإف داش هنا، لأن يقول لك على وشك الحركة، شو وقت تبدأ هاي؟ شو وقت يبدأ الجسم بالنزول لأسفل؟ فالميو في الإن اللي هي بوينت 4 في إن 2 بالنسبة لهذا النقطة. بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي نقطة أي اللي تصنع زاوية 45 درجة مع المحور الأفقي. ان 1 بهذا الاتجاه العمودي اللي هي رد الفعل، السلم يحاول الانزلاق بهذا الاتجاه، اذا رد الاحتكاك يكون بهذا الاتجاه اللي هو ايضا ميو في الان، الميو عندي بوينت 5 هنا، بوينت 5 في ان 1 وهنا هاي ان 2، لان هنا هذا رد الفعل يختلف عن رد الفعل اللي هنا. هنا طول هالمسافه 7 متر وعندي هاي الاكس المعلوم مجهول اللي لازم اوجدها، الوزن السلم هذا دبليو، وزن الشخص ايضا اللي هو نص السلم نص دبليو نصف دبليو، وابدا اولا سيجما اوف واي تساوي صفر، ان 1 هذا الاتجاه موجود زائد بوينت 4 ان 2 ناقص دبليو ناقص دبليو ناقص دبليو على 2 اللي هو وزن الشخص تساوي صفر. هاي عندي صارت معادله واحده بها مجاهيل ثلاثه، اوكي هاي واحد. المعادله الثانيه سيجما اوف اكس تساوي صفر ايضا بوينت 5 ان هذا الاتجاه الموجب راح تساوي ان 2 هذا الاتجاه عندنا اللي هي رد الفعل الثاني، اذا ان 1 تساوي 2 ان 2 هاي معادله ثانيه. هسه اخذ هاي المعادله واعوضها بالمعادله الاولى راح اوجد انه ان 1 تساوي 1.25 دبليو وانتو راح تساوي 0.625 دبليو. انه اخذ العزم حول نقطة اي، يعني بحث بالمجاهيل عندي دلالة الان دلالة دبليو، اخذ العزم حول الاي. لما اخذ العزم حول الاي انتو طبعا هذا عكس النوت عكس اتجاه عقارب الساعه بالموجب، اذا هذا الان 2 هذا الذراع ما تجد هذا المحور الوتر وهذا الذراع العفو هذا الذراع اللي هو ساين استخدم المقابل، اذا 7 ساين 45 هاي الزاويه ساين 45 المقابل على الوتر، اذا المقابل يساوي ساين الزاويه في الوتر زائد بوينت 4 ان 2 هاي القوة بهذا الاتجاه في هذا الذراع هاي المسافة الأفقية، المسافة الأفقية هاي تساوي 7 كوساين 45 اللي هي المجاور العفو الكوساين الزاوية المجاور على الوتر المجاور كوساين في الوتر ناقصا دبليو دبليو بالمنتصف الوزن مال السلم الذراع قد هاي المسافة في 3.5 عندي هنا 7 متر إذا نص المسافة هي 3.5 هاي من اللي جاي 3.5 كوساين 45 أيضا أنا أستخدم قانون كوساين حتى أوجد الذراع ناقصا نصف الوزن في نصف الدبليو في إكس اللي هي مجهولة هاي كوساين 45 اللي حتى أوجد هذا الذراع تساوي صفر
اجي اطبق هاي ال N1 وال N2 في هاي المعادلة راح تطلع عندي ال X تساوي 5.25 متر. يعني عندما يكون الشخص عندما يصل مسافة 5.25 يعني 5.25 يبدأ السلم بالانزلاق. النوع الثالث من التمارين او المثال mending motion not specified، يعني انا ما محدد شنو نوع الحركة. عندي جسمين مثلا في هذا المثال، جسم A وجسم B مسلط عنا قوة 30 وعندي المسافة 4 انش وعندها الارتفاع 5 انش وعندها القوة B مجهولة. يقول شي يريد المطلوب هنا B، إن النوع الثالث يطلب القوة المؤثرة الخارجية. Determine the force B that will cause a body A to have impending motion، يعني تجعل الجسم A على وشك الحركة. مطيك وزن ال A مطيك وزن ال B. Coefficient of friction of B on the plan، يعني ال B وي سطح هذا المعامل الاحتكاك هنا 0.2. هو عندنا معامل الاحتكاك بين A و B 0.3. هذا معامل احتكاك 0.3 وهذا معامل احتكاك 0.2. انا لما اشوف هذا الجسم عندي راح تكون ثلاث حالات، يا اما هذا الجسم اي ينزلق على البي، يا اما الجسم اي ينقلب في هاي النقطة ينقلب على البي، يا اما الجسم اي وبي اثنينات يتحركن. تمام، هاي ثلاث حالات راح تكون عندي تسبب impending motion. اجي ادرس الحالة الاولى كيس اي. الحالة الاولى قلنا جسم اي راح ينزلق على جسم بي. اجي ارسم الفري بودي دايجرام للاي، الوزن 200 معامل الاحتكاك مالته هو راح يكون هذا اتجاه البي مطلوبة عكس اتجاه الحركة 0.3 ان اللي هي ميو في الان على قوة الاحتكاك، لان انا هنا قايل على امبيد موشن على شكل حركه، والان هنا رد الفعل. فاجي اطبق سيجما اف واي تساوي 0، ان تساوي 200، وسيجما اف اكس تساوي 0، بي تساوي 0.3 ان. بي تساوي 0.3 ان، اذا بي تساوي 60. هاي الحاله الاولى عندما يكون الجسم اي ينزلق، يعني احتاج 60 قوة اسلط 60 حتى احرك جسم A على ال B. الحالة الثانية body tip over body A، يعني جسم A ينقلب على body B. اجي ارسم free body diagram ايضا 200 وزنه، B ايضا مسلطة عندنا ارتفاعها 5 وعرضة 4، اذا الذراع مالته هنا 2 وهذا 2 منتصف. وعنده ايضا نقلنا هنا بلحظة الانقلاب راح ناخذ العزوم حول نقطة O اللي هي الركن الخارجي، هذه N رد الفعل وهذه 0.3 اللي هي N القوة الخارجية. B في 5 وفي ذراعها ناقصة 200 في 2 هاي الذراع مالتها راح تطلع عندي B، احتاج قوة اسلط قوة 80 حتى ينقلب الجسم A على B. قلنا احتاج قوة 60 حتى ينزلق، وقوة احتاج اسلط قوة مقدارها 80 حتى ينقلب. فاحتاج اجي اشوف الحالة الثالثة body A and body B are slid to the right، يعني جسم A و B راح ينزلق اثنينات لليمين. فعاملين معاملة جسم واحد اللي هي 200 ب 300 راح يكون 500، وعندي 0.2 معامل الاحتكاك اللي بين جسم B والسطح هنا، و30 عند هنا القوة المسلطة هذه، عندي ال B مجهولة اللي انا لازم اوجدها والان منها. اطبق اولا سيجما اف واي تساوي 0، ان راح تساوي 500، نوب سيجما اف اكس تساوي 0 راح 0.2 في الان اللي هي 500 وجدت هنا، زائدا 30 في هذا الاتجاه الموجب، زائدا بي تساوي 0، اذا بي تساوي 70. فانا راح احتاج 70 حيث تتحرك الجسم اي وبي، واحتاج قوه 80 حتى اقل ينقلب الجسم، واحتاج 60 حتى ينزلق اي على بي. اذا راح اقول احتاج انا قوه، انا شفت شنو المطلب مالته، انتبه هنا determine the force B that will cause a body A to have impending motion، يعني انا قايل ايش وقت A تبدا
تتحرك أو على وشك الحركة. فأقل قوة تحت أسلطها 60 هي تكون على وشك الحركة. طلاب هذه أمثلة، العفو واجبات لازم تحلونها. Example 1, Example 2, Example 3 أيضا هم على نفس الطريقة اللي حلت بها الثلاث حالات الأولى. هذا مثال على الحالة الأولى، وهذا مثال على الحالة الثانية، وهذا مثال على الحالة الثالثة. شكرا جزيلا طلاب.